قرب منها بهدوء ظاهري ورفع الفون قدامها وقال لها: ايه الصور دي؟ هو مين اللي معاكي ده؟ اتكلمت عشق بتوتر وقالت: ادهم، والله ده زميلي ومفيش بينا حاجة، وانت بقى بتبوسي كل زمايلك بالشكل ده؟ انت بتقول ايه؟ اتكلم ادهم بزعيق وقال: ايه يا محترمة بتعيطي ليه؟ مش هو زميلك برضو؟ ادهم، انا ما اسمح لكش، انت مش ابويا ولا اخويا ولا جوزي ولا خطيبي ولا حتى حبيبي، انت ابن عمي مش اكتر. ادهم قرب منها ببرود وقال لها: ماشي يا عشق، نخلي ابوكي واخوكي هما اللي يتكلموا ما دام انا ما يحقليش. عشق مسكت ايديه بعياط وقالت له: لا لا لا، عشان خاطري، عشان خاطري، هو هيجي يتقدم لي والله. ادهم مسكها من دراعها جامد: وهو عشان هيتقدم لك ترخصي نفسك قوي كده؟ عملت ايه تاني معايا يا عشق؟ انطقي. والله ما عملتش حاجة، هما يومين، يومين يا عشق، ولو ما جاش هيكون ليا تصرف تاني معاكي. هو زقها ومشي. عشق مسكت الموبايل ورنت عليه: الو، ايوه يا كريم. يا روح كريم، حد صورني وانا ببوسك يا كريم. شش، اهدي، انت مراتي يا عشق. عرفي يا كريم، عرفي، ادهم ابن عمي شاف الصور وهيقول لاهلي لو ما جيتش تتقدم لي. ايه، انا مش جاهز يا عشق، انت عارفه كده كويس. قدامك يومين بس يا كريم وهيقول لاهلي، انت عارف ابويا لو عارف هيقتلني، هما صعيده ودمهم حامي. طب اهدي وتعالي الشقه نتفاهم. حاضر، وقفلت معاه وقامت لبست ونزلت. طلعت العماره ودخلت لقيته عارس صدر وقالت له: كريم تعالي يا حبيبتي، حصل ايه بس؟ ادهم كان هيموتني لما شاف الصور، امال لو عرف اننا متجوزين عرفي هيعمل ايه؟ اهدي يا عشق، انت اللي عملتي في نفسك كده من الاول. ايه، ما تزعليش مني، انت سلمتي نفسك ليا واتجوزتيني من ورا اهلك. يا عالم بقى بتعملي ايه من ورايا، ويا عالم عملتي كده مع كام واحد؟ انت بتقول ايه؟ انت طالق يا عشق. وطلع ورقة من جيبه وقطعها وقال: هو دي الورقة العرفي اللي بينا، اتفضلي بقى اطلعي برا. عشق بصت له وهي مش مصدقة: كريم انت بتقول ايه؟ انا عاوز اتجوز واحدة محترمة يا عشق، برا حياتي كلها مش بس شقتي، وربنا يوفقك بعيد عني. وقام فتح الباب لقى شاب واقف ولابس بنطلون اسود وقميص اسود بيبرز عضلات صدره: انت مين؟ وعشق من ورا بتتكلم وبتقول: ادهم. ادهم نزل ضرب في كريم: مرسي يا مرسي، تحت امرك، خده. شال كريم على دراعه ونزل. انت شش، اسكتي خالص قدامي. اتكلمت عشق بعياط وقالت له: ادهم اسمعني والنبي. اتكلم ادهم بزعيق وقال: اسكتي بقى، انزلي قدامي. قامت مشيت معاه وهي خايفة من ردة فعله، وركبت العربية ومشي بأقصى سرعة. أدهم: أقف بسرعة. وقف العربية مرة واحدة وهي نزلت رجعت كل اللي في بطنها ووشها كان أصفر. أدهم قرب منها وسندها وهي بتعيط ومسكة بطنها ووقعت مرة واحدة بين إيديه، حاول يفوقها بخوف بس لا حياة لمن تنادي، وشالها وطلع على المستشفى. فضل واقف بهدوء قدام أوضة الكشف مستني يتأكد من شكه، وقطع شروط خروج الدكتور واتكلم وقال: المدام حامل، ألف مبروك. اتكلم أدهم بلا مبالاة وقال: الله يبارك فيك، ممكن أدخل لها؟ اتفضل، هي فائت. أدهم دخل وحط إيديه في جيب بنطلونه وفضل واقف يبصلها واتكلم وقال لها: مبروك يا مدام عشق، ألف ألف مليون مبروك. أنا أسفة، أنا أسفة قوي يا أدهم. أسفة دي تقوليها لأهلك يا عشق لما يعرفوا. أدهم: والنبي لا، بلاش اهلي الله يخليك. ادهم بصلها وقرب منها وقال لها: اسمه ايه الواد ده؟ كريم عبد العزيز، بس هو مش من هنا واهله مش عايشين هنا خالص. اتكلم ادهم بغموض وقال: تمام، جهزي نفسك علشان هنروح البلد. ليه؟ ما تخافيش يا عشق، انا هفضل جنبك ومش هخلي حد يلمسك. عشق بعياط قامت وحضنته وقالت له: حقك عليا يا أدهم والنبي، أنا أسفة. خلاص يا عشق، يلا البسي علشان نمشي، هروح مشوار وارجع. وفي المخزن اتكلم كريم بصراخ وقال: أنت يا عم،
انا عاوز امشي من هنا. ولا سكت لحد ما ادهم بيجي. فاهم في ايه يا روح امك؟ انا عاوز امشي. انا مالي ببنت عمك؟ هي اللي سلمت لي نفسها. اطلع بره يا مرسي. انت مرسي طلع وادهم قرب منه ونزل فيه ضرب واتكلم وقال له: اسمع يالا، انا لو شفتك قريب من عشق تاني هموتك. فاهم؟ حاضر حاضر والله. طلع من المخزن وطلع تليفونه. الو، ازيك يا حبيبتي؟ يا روحي، جاي بكره ان شاء الله. ماشي، سلام. قفل وراح المستشفى ولقي عشق قاعده وربطه دماغها. راح عليها بخوف وقال لها: مالك يا عشق؟ مفيش، اتزحلقت في الحمام ودماغي اتعورت، بس الحمد لله. ادهم حضنها بخوف وقال لها: مش تاخدي بالك يا عشق. عشق بحزن: يا رب كنت اموت يا ادهم. بعد الشر عليك يا عشق، انا هتجوزك. ايه؟ انت غلطتي. بس مش مهم، انا هعرف اعاقبك ازاي، بس لازم تكوني مراتي وحلالي، علشان كده هنرجع البلد. عشق كانت لسه هتتكلم لكن ادهم قطعها وقال لها: يلا قومي. قامت معاه وهو سندها وراحوا الفيلا واخدوا حاجتهم ومشيوا. واتكلمت عشق بدوخة وقالت: ادهم هدي السرعة شوية. مالك في ايه؟ هدي السرعة دخت، نفسي غم عليا قوي. ادهم وقف العربية وطبطب عليها وقال لها: خدي شربي مية. اخدت منه وشربت ونزلت رجعت وهي بتعيط: شش، اهدي 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 يا حبيبتي. هديت خالص واخدها وكملوا الطريق. وفي الصعيد: انا بحب الجو يا هند. هند بخجل: واني كمان يا مصطفى بحب الجو قوي. ادهم وعشق جايين وهنعيد الذكريات من تاني. الله. ادهم وعشق وصلوا الفجر الصعيد، وعشق كانت تعبانه ووشها اصفر. ادهم سندها ودخلوا وقال لها: حاولي تبني طبيعيه يا عشق علشان محمد ما يشكش في حاجه. دخلوا البيت وكان هادي وكلهم نايمين. اوف، الحمد لله كلهم نايمين. اطلعي نامي بقى عشان تصحي الصبح فايقه شويه. حاضر. طلعت الاوضه وغيرت وكانت حاسه بتعب شديد ونامت. ادهم طلع وغير ونام، والصبح صحي كلهم ونزلوا فطروا. بعد سلامات لادهم وعشق واتكلمت هند بحماس وقالت: هنعمل زي زمان. اتكلم ادهم بخوف وقال: نعمل ايه؟ هنركب خيل تاني؟ عشق خافت وبصت لادهم اللي طمنها بعينيه. والشباب قاموا وراحوا الاسطبل بتاع الخيول، وعشق ماسكه في ادهم: انا خايفه قوي. انا كمان خايف عليكي، بس لازم تركبي منعا للشك. عشق هزت راسها وركبوا كلهم وبداوا السباق، وادهم عينيه عليها. وهند بغمزه اتكلمت وقالت: عشق تعالي ننط بالفرس من هنا. عشق ضحكت ونسيت انها حامل وقالت: قشطه يلا. والفرس بدا يهيج وما قدرتش تسيطر عليه ونط بيها ووقعها من عليه. وقعت واغمى عليها وبدات تنزف ومحدش جنبها. ادهم استغرب: هند فين عشق؟ هي مش كانت معاكي؟ ايوه، احنا كنا بننط من فوق الصخر واني سبكتها. ادهم بخوف: تمام. وسابهم وراح ناحية الصخور، لقى الفرسة بتجري وعشق مش عليها، وبدأ يدور في المكان لحد ما لقاها واقعة مغمى عليها ووشها ورجليها كلهم دم. ادهم بخوف: عشق مالك يا روحي؟ فوقي عشق. شالها وطلع على اقرب مستوصف في البلد وقال: عايز دكتورة. الممرضين جم وحطوها على ترولي ودخلت العمليات. فضل رايح جاي زي المجنون من خوفه عليها. فات ساعات كتير، ولما الدكتورة طلعت اتكلم ادهم وقال: خير يا دكتورة؟ الحمد لله، قدرت انقذ الجنين، بس خبطة دماغها كانت قوية وهيحصل مضاعفات كتير، ولما تفوق ان شاء الله هنعرف نحدد. اتكلم ادهم وقال لها: طب هي هتفوق امتى؟ بكرة ان شاء الله. تمام. طلع تليفونه ورن على مصطفى، واتكلم مصطفى وقال له: ادهم انت رحت فين وفين عشق؟ اتكلم ادهم بتنهيدة وقال: عشق في المستشفى. ايه ليه؟ وجعت من على الفرس باين، لما تفوق هعرف ايه اللي حصل معاها. طب انا هجيلك انا وهند. لا لا لا، محدش يجي، انتوا بس خليكوا في البيت، ولو حد سأل علينا قولوا ان عشق رجعت نامت وانا عندي شغل. طب ابقى طمنا يا ادهم. ماشي ماشي، سلام. هند بدموع:
أنا السبب، أنا اللي قلت لها تنط يا مصطفى. مصطفى ما قدرش يشوف دموعها وأخذها في حضنه وتكلم وقال لها: لا يا روحي، مش انت السبب ولا حاجة، حصل الخير ما تجلجيش. وفي مكان تاني اتكلمت ماجي وقالت: طلعت فين كريم؟ بقاله فترة مختفي. معرفش، هعرف منين أنا؟ مش ابنك ده؟ اتكلم طلعت ببرود وقال: انت مجنونة؟ ابني ايه بس؟ اتكلمت ماجي بزعيق وقالت له: ده ابني. لا مش ابنك، وعمره ما كان ابنك، انت بتضحكي على نفسك. انا عاوزة كريم. يوه انا ماشي. وتاني يوم ادهم دخل يطمن على عشق وتكلم وقال لها: انت كويسة؟ اتكلمت عشق بتعب وقالت: الحمد لله. ايه اللي حصل؟ معرفش، انا اللي المفروض اسألك ايه اللي حصل. اتكلمت عشق بوجع وقالت: كنت بجري بالفرصة وما عرفتش اسيطر عليها، وقعت من عليها واغمى عليا. اتكلم ادهم بتنهيدة وقال: ماشي يا عشق، ارتاحي دلوقت. وفي البيت الكبير كلهم صحيوا. العم الكبير اتكلم وقال: فين عشق وادهم؟ اتكلم مصطفى بتوتر وقال: نزلوا سوا، راحوا يعملوا شغلك ده. ماشي، اي حد مع ادهم بكون مطمن عليه. انا رايح اشوف الاراضي، هطلع البس. كلهم قاموا وراحوا شغلهم، ومصطفى طلع اوضته وهند طلعت وراه وبدا يغير هدومه. وهند دخلت من غير ما تخبط وبصت لقيته عارس صدر، غمضت عينيها بكسوف وقالت: انا اسفه. مصطفى قرب منها ووقف قدامها: ايه يا روحي، عاوزه ايه؟ اتكلمت هند بتوهان وقالت: ها؟ مصطفى قرب اكتر وقال لها: ها هنتي؟ هند بصت له وعينيها نزلت لعضلات بطنه وبلعت رقها بتوتر. مصطفى قفل الباب من غير ما تاخد بالها، لانها كانت مديه ظهرها للباب وساند عليه. مصطفى بعشق بحبك، واني بحبك اكتر. قرب منها وشالها.